كل سنة وانتم مطمئنين، كل سنة وانتم متنعمين. يا فرحتي عيد سعيد، رمز التفاؤل من جديد، عطر يفوح اليوم عيد، فتبسمت روح الحياة. كل سنة وانتو بصحة وبأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن طريقة سحرية لتسخير العيد لإسعادنا. ده اللي أنا هتكلم فيه النهاردة بإذن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برنامجكم ابن بيت سعيد مع دكتور أسماء سعيد. هتكلم على خطوات مهمة جدا 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 على موضوع تسخير العيد ده، ولكن في شرط واحد بس. ايه هو؟ انا هقول دلوقتي على خطوات سحرية ورهيبة فعلا هتساعدنا في تسخير العيد، ان هو يزودنا سعادة ويكون فعلا ايامه دي هتبقى اجمل ايام ممكن تعدي على اي حد لو طبق الخطوات اللي انا هقولها. ولكن في شرط واحد بس. ايه هو؟ انك تعمل الخطوات، او انك تعمل الخطوات بيقين، مش تعمليها طب انا هجرب، لا اعمليها بيقين. خطوة رقم واحد ودي مهمة جدا 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 جدا، وقف كلام سلبي نهائي. يعني بلاش تقعد تقول هو فين العيد، الواحد مبقاش حاسس بالعيد، فاكرين العيد بتاع زمان، ايام زمان بقى العيد مش عارفة ايه كل الكلام ده. والله العظيم، والله والله بقولها تاني، والله انت بتبقى قاعد وفي حواليك فرص رهيبة لإسعادك، فرص كبيرة جدا جدا حواليكي كده. ايه اللي بيحصل وانت واقفه وعماله ترددي 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 الكلام ده؟ اقسم بالله انت زي ما تكوني حطيتي حواليكي حاجه منعت ان اي حاجه حلوه تجيلك. تخيلوا تاني تاني تاني. انت عباره عن يعني مثال، مثلا ايه، انت اهو مثال، انت اهو انت عماله تفكري وتقولي كلام سلبي ايا كان بقى الكلام السلبي ده، مثلا عن العيد بس، حطوه بقى على مقياس حياتنا كلها، ان العيد ما بقاش في عيد، ان كذا. فانت حوالينا فرص رهيبه، كل حاجه حوالينا، مش ربنا قالها لنا في القران ان مع العسر يسر؟ يعني في عسر وفي يسر واقفين، الاثنين جايين لك كده هم. هنعتبر مثلا ان ده عسر وده يسر، الاثنين جايين هم، خلاص. ايه اللي بيحصل؟ انت بمجرد ما تفكري بس وتقولي كلام سلبي بس، والله كلمه كلمه مفيش اي حاجه خالص، الكلمه دي هي عباره عن ايه؟ ظن. فانت بتعملي ايه بقى؟ يا اما بتحوطي نفسك بحاجه، فايه اللي بيحصل؟ انت يا اما بتحوطي نفسك بحاجه جميله فاليسر بيجيلك والسعاده وافكار جميله وفرص تذهلك جميله، او بتفكري سلبي فاللي بيحصل بقى بتلاقي الحاجات دي هي اللي بعدت عنك والسلبي هو اللي بيجيلك. ابسط حاجه، اي سيده بتسمعني دلوقتي وركزي معايا، اي امراه، خناقه العيد بتحصل كل عيد ولا لا؟ صح، لان انت من جواكي عماله تقولي ربنا يستر ما يحصلش خناقه عيد. ما هو كل ما ياخد اجازه لازم ينكد علينا. بصي هينكد دلوقتي، انت بتبقي قاعده عماله تشدي منه. تخيلي ان انت بتشدي من جوزك اللي انت بتفكري فيه. طب جربي المره دي بس، المره دي بس قولي انا واثقه فيك يا رب ان انا مش هاخد من جوزي غير كل حاجه كويسه، قولي بس كده، وانا واثقه ان العيد ده هيبقى احلى عيد. خليكي افتكروها بالبتاعه دي، والله بتكلم بجد. حوطي نفسك بحاجات تشدلك حاجات جميلة بس بتفكيرك. تخيلي ان التفكير بس والفكرة بس والظن بس ممكن يخلي حياتك كلها تتقلب. والله العظيم انا نفسي، والله ويشهد عليا ربنا في اللي انا بقوله، انا حياتي كلها تحولت جنة بسبب بس الفكرة دي. غيري افكارك تتغير حياتك كلها، انت ما تفكر. دي باختصار شديد. ليه بقى؟ تعرفين في دعوه كده لئيمه، انا بقول عليها دعوه لئيمه، انا بقولها بصراحه. ايه هي بقى؟ بقول يا رب، ركزوا، شدلي، وركزوا اللي وعيه عالي هينتبه للجمله دي، يا رب شدلي كل الفرص العظيمه، ركزوا، اللي متحاطه حوالين الناس ومش بياخدوها بسبب افكارهم، هاتها لي يا رب، انا مستعده لكل الفرص العظيمه. انتوا متخيلين؟ يا رب كل الفرص العظيمة اللي في الكون اللي تزيد سعادة ونعيم وروقان وصحة وعافية وإبراء، كل حاجة حلوة في الدنيا يا رب، أنا مستقبلها يا رب، أنا مستعدة ليها يا رب، هاتها لي،
انا مستعده ليها، انا واثقه فيك يا رب ان انا هعيش احلى ليفل في الدنيا من السعاده والنعيم والروقان وكل حاجه حلوه، لان انا عارفه قد ايه ان انا الفكره دي بتحصل بالظبط، والله بتلاقي الكون كله اتحرك عشان يسعدك. تخيلي، فاكرين قبل كده لما حكيت لكم الحته بتاعت بيتي، وان انا كنت عايزه اشتري بيت وما كانش معايا فلوس اصلا، ولا كان مع جوزي فلوس وكان معانا مبلغ بسيط جدا، ايه اللي حصل؟ انا حكيتها كتير. لما انا قعدت افكر في الكلام دوت، احنا انا بالعقل بتاع البني ادمين العادي ان المبلغ ده ما يجيبليش غير اوضه مثلا، مثال، والاوضه دي في مكان وحش جدا، بس انا بسعى واثقه في ربنا، فكري عمال اشد واشد اقول يا رب يا رب يا رب انا واثقه فيك. جوزي نفسه ما كانش عنده اليقين ده، بس انت عارفين ان البني ادم بشده يقينه لو هو ايجابي ياثر على 1000 واحد سلبي، انتوا متخيلين 1000 ايه؟ ده في اقوال بتقول لك 500000، يعني ممكن تبقي ايجابيه اهو، انت اللي بتاثري على كل حواليك، محدش يقدر ياثر عليكي، انت اللي بتفيدي عليهم. انا عملت كده بالظبط. جوزي ما كانش ايه يعني، عادي هو عقلاني، يعني 1+1=2، لا انا عندي 1+1=ملايين مع ربنا. انا كده مش مؤمنه بالحسابات ولا بالارقام ولا بالعلم، انا مؤمنه بربي يكسر كل حاجه عشان انا مؤمنه بيه. المهم مفيش حاجه، جوزي ماشي بيدور، فجاه واحده قالت له تعالى هنا، قال لها لا انا مش بدور في المكان ده اصلا، عارف ان اماكن فيلا مش هينفع، فقالت له بس تعالى. لقى واحده طلع المكان تحفه، قال لها ايه دي، طب انت عايزه تبيعي كده ليه، انت ليه يعني بتقللي قوي قوي كده؟ قالت له اصل انا، هي كانت صينيه وعايزه تسافر، فالبلد بتاعتها المفروض ان هي تسافر في الاسبوع واحد بس، فنزلت ثمن البيت بتاعها ده لايه بقى، مش للنص، الربع تقريبا. وجيت اتصل بيا قال لي تعالي، اقسم بالله العظيم انا داخله المكان، والله انا عينيا بتدمع. ليه؟ انا مش فرحانه بالحاجه، انا كده كده ميته، والله بكلم بجد، انا عايشه كده، لو انا كده كده ميته، بيتي اللي انا ساكنه فيه بعد كام سنه ناس تانية هتسكن فيه، عربيتي اللي انا فرحانه بيها بعد كام سنه حد، انا مش فارق معايا ده كله، انا فارق معايا حاجه واحده بس، وظني فيك يا سندي جميل وتحقق ربنا، يعني انت سامعني يا رب، انت معايا يا رب، انا حسيت ان انا في معيتك يا رب، انا مش وين يومها، مش من يومها، يعني كان في الاول طبعا بتبقى في اختبارات كده اللي هو طب ايه، وفي شك او مثلا الواحد، بس مجرد ما تشوفي الحاجه قدامك ما فيش غير طريقك يا رب. فبسبب فكره افكاري انا كنت بغير ده، بس انا واثقه فيك يا رب، انا واثقه فيك يا رب. فانتوا متخيلين يعني ايه فكره ممكن تتخلي حياتك دي كلها؟ انتوا عارفين ان انا ليه بقول تسخير العيد، لان ربنا قال لنا في القران ايه، وسخر لكم ما في السماوات ما في الارض، كل حاجه في الكون مسخره لينا، حتى العيد، حتى العيد والله، حتى الايام، انا اللي بقوم الصبح اليوم ده ان شاء الله، ايه الفرص العظيمه اللي منتظراني يا رب، وانا مستعده لاستقبالها والتي لم استقبلها من قبل، ودي خطوه رقم 2 وركزوا فيها. سحر السؤال، سحر السؤال، سحر السؤال، ربنا اتانا من كل ما سالناه، ركزوا، سال تعطى. انا بعمل كده كل يوم، بجيب، فاكرين النوت بتاع الاسئله، اظن انتوا بقى يعني نفس مطمئنه اللي معايا على طول، المفروض ده عندهم 3 حاجات، النوت بتاعه الكتاب بتاع الشكر لازم يبقى معانا، والنوت التاني انا جوه بتاع الاسئله، والنوت التالت بتاع الايه، بتاع اليوميات بتاعتي، كل يوم لازم انا بكتب انا هعمل ايه النهارده، دول 3 حاجات دول اساسيات في حياتنا، عيد مش عيد لازم. فانا بقوم من النوم الصبح طبعا انا بشكر ربنا على كل حاجه، انا بشكر ربنا ان العيد ده هيبقى جنه من قبل ما يبقى جنه، تخيلوا انا واثقه انه هيبقى جنه، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على الحاجات الجميله اللي انا هستقبلها في العيد، وعارفه ان العيد ده هيبقى احلى عيد، يعني انا دايما بقول كده، وعارفه يا رب ان هتحصل حاجات هتسعدني بيها بيسر يذهلني، اقسم بالله انا بلاقي حاجات بتحصل، الاقي جوزي مطلع اماكن انا ما اعرفش، انا هو فاكر ان ده انا بقى من جوايا، ايوه يا رب هو ربنا، ماليش دعوه بجوزي، ابص الاقي جوزي اللي ممكن يكون ما كانش في دماغه اصلا خروج خالص ولا في دماغه اصلا اي حاجه، يلا يلا نسافر مش عارفه فين، يلا فين، الناس فاكره لما يشوفوني في صوره راحه دبي ولا في صوره مالديف ولا في صوره مش عارفه فين، دي صدفه، مش صدفه، مفيش صدفه في الكون، اللي بيؤمن بوجود الصدفه بيؤمن ان ربنا مش موجود، تخيلوا مفيش صدفه، في شخص اشتغل على نفسه، شخص شغال بجد، شخص مؤمن بجد على الاقل حتى لو بافكاره لازم ربنا بيرضيه، استحاله تلاقي بني ادم عنده نعم الا اذا كان شغال على نفسه. ليه بقى؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، وبدايه العمل فكره. فانت تقولي من يوم الصبح تعملي كده، تشكري ربنا على ان اصلا اليوم ده هيبقى كذا والعيد ده هيبقى كذا، وانا واثقه يا رب ان العيد ده هيحصل فيه كذا بيقين، لان شكرتم لازيدنكم، ربنا ما حددش الشكر على حاجه حصلت والله هتحصل ولا بتحصل،
اشكري وخلاص، دي رقم واحد. رقم اتنين هاتي كشكولي الاسئله بتاعك، اعمل ايه يا رب؟ ايه الحاجات اللي احنا لو عملناها ايه الفرص العظيمه اللي منتظراني في العيد ده عشان ازداد سعاده ونعيم وروقان؟ اقول لك بقى حاجه حلوه ركزي فيها يا رب. ايه الحاجه اللي لو عملتها، الطاقه والوعي، الاحتمالات اللي محدوده اللي تزيدني انا وجوزي ود ورحمه؟ اقسم بالله انا بصي بقى مش قادره اوصف، انا لو متكلمه عنها في كورس نعيم العلاقات، اللي تخلي بيني وبين جوزي كاننا لسه عرسان جداد. اقسم بالله هتلاقي بينك وبين جوزك حاجات رجعت جواكي ومع بعض وفي العلاقات وفي العلاقه وفي كل حاجه تدخلي حاجات هتنبهري بيها، اللي هو ايه ده، ايه ده، معقوله؟ اه والله يا رب. ايه الحاجات اللي تخليني انا وجوزي وولادي كده في روقان وفي نعيم وبود ورحمه غير متناهي، نبقى في قمه سعادتنا وروقاننا ونعيمنا، نكون من المتنعمين؟ طب يا رب ايه الحاجات اللي انا لو عملتها تخليني من اللي ايه بقى، من الذين انعمت عليهم، من الذين ايه، انك بتتم يا رب عليك نعمته. كل حاجه مع ربنا، كل حاجه في ايده، فانت بتطلبي منه هو بس ومصدقه هو بس. تيجي تخشي على الفيس بقى تلاقي بقى ايه، اقول عارفه، كل في فلك يسبحون، ده اللي انا متكلمه فيه في الكورس بتاع من ظلمات النسيان الى نور الذكر. كل واحد في دنيا، ماليش دعوه بالكلام ده، انا ماشيه مع ربنا بس. الشكر والاسئله وغيري افكارك خطوه مهمه جدا بقى. غمضي عينيكي وتخيلي اللي انت نفسك فيه، نفسك تروحي فين، نفسك تروحي على بحر، تخيلي نفسك قدام بحر بس، واشكري ربنا في الخيال، تخيلي. اه والله. طب نفسك تكوني مش عارفه فين، اعملي كده. نفسك في شكل علاقه مع جوزك، اعملي كده. نفسك مش عارفه في ايه، اعملي كده. انا عايزه اقول لك ان اللي انت بتتخيلي ربنا هيديهولك، ركزي بقى، ويضيف لك عليه بقى حاجات كمان جميله من حيث لا تحتسبي، جربي. ده بالاضافه الى ايه بقى، انا عامله حلقات كتير عن العيد، لبس جديد، البيت يبقى نظيف وجميل، كسري اي روتين، اي روتين كسري، بتصحي بدري ما تصحيش بدري، الاربع ايام بتوع العيد دول بس كسري اي روتين. طبعا بعد الاكل يعني، انا الاكل بالذات هو بحس ان طاقته بتهد اصلا، فكسري اي روتين، جدد لهم، علقي بلالين. انا لو اوريكم ازاي بيتي ان شاء الله، ان شاء الله الحلقه دي انا بصورها قبل العيد، هخلي في المونتاج تنزل لكم البيت بتاعي عامل ازاي، بيبقى فرح فرح، بلالين بلالين بلالين، عامله زي الطفله الصغيره، ضحك وهزار وبلالين، وافضل اشغل الاغاني بتاعت العيد، اهلا اهلا بالعيد. بالمناسبه بقى احنا طبعا اشتغلنا في رمضان شغل حلو جدا، ويعني فالمفروض ان دي مكافاه بصراحه، يعني بعد اللي احنا عملناه في رمضان دي مكافاه. اسمعوا بقى الاغنيه بتاعت العيد دي كده، انا بعتبرها يعني هديه مني ليكم بقى، يعني حاجه كده مش قادره اوصف لكم اصلا. الاغاني اللي اتعملت كلها في رمضان وفي والعيد، ويعني عايز اقول لكم عمل معانا شويه مجهود، انا كنت تحت مجهود رهيب، بس الحمد لله رب العالمين ان الحاجه طلعت بالشكل ده. اسمعوها كده واستمتعوا. انا هختم وبعدين تسمعوا الاغنيه كلها. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، دخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالراحه وبالطمانينه. طبقوا الخطوات واكتبوا لي بقى تحت الفيديو عملتوا ايه، يعني ايه اللي انت عملتيه ورحتي فين وعملتي ايه، وانا هشوف التعليقات بنفسي. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فرحتي عيد سعيد، رمز التفاؤل من جدي، عطر يفوح اليوم عيد، فتبسمت روح الحياة. يا فرحتي عيد سعيد، رمز التفاؤل من جديد، عطر يفوح اليوم عيد، فتبسمت روح الحياة. عيد أتى بعد الصيام، أفرحه شمس الأمام، نفس أنار بكل عام، من خير مولانا نرى، عيد التفاؤل للعباد، بالذكر والإيمان زاد. طير المحبة بالهدى، نحن اتبعنا أحمد، فعليه قد صلى الإله. يا فرحتي عيد سعيد، رمز التفاؤل من جديد، عطر يفوح اليوم عيد،
فتبسمت روح الحياة. عيد أتى بعد الصيام أفراحه شمس الأمام. نفس أنار بكل عام من خير مولانا نراه. يا عيد أهلا قد شدا قلبي سليم بالهدى. والطفل فيك تعودا تلقى من الله.